الأخوة لا أعتقد أنه يكلف فيه في العمل الأكاديمي أو التأليف أو التنظيم. أنا أعتقد أن الأمة بحاجة إلى خطوات عملية وجريئة كما تفضل الأستاذ وشجاعة وأناس يعني مستعدون أن يضحوا. هذه المحاولات على مدى 200 سنة عملت حتى أثناء الهدوء. أنا طبعا أفرق بين الأزمة الطائفية قبل الثورة الخمينية والأزمة الطائفية بعد الثورة الخمينية، مما يؤكد أن هذه النار نار فارسية ليست دينية، بدليل أنه مهما كانت من فتن كانت ضمن دائرة الاحتواء قبل الثورة الخمينية. بعد الثورة أصبحت قنابل وأصبحت انفجارات انشطارية لا تملك أن تسيطر عليها إطلاقا، مما يدل على أن المحفز والدافع هو الثأر الفارسي ضد العرق العربي. إذا وضعت بهذا الإطار أخرج من هذا الكلام إلى النقطة التي هي بيت القصيدة للدكتور. الدكتور حينما تكلم عن التشيع العربي والتشيع الفارسي، وأنا أعتقد أن جميع كتبه بشكل أو بآخر تدور حول هذا المحور، وهو محور جدير بأن يهتم به. فالسؤال، نظرتنا إلى القضية نظرة عقائدية بحتة أو نظرة دينية بحتة أو نظرة فقهية بحتة لا يكفي. أنا أعتقد لابد أن نضيف إليها النظرة المصلحية اللي هي السياسية ورؤى طويلة الأمد. يعني الأخ الذي له موقف من كل شيء اسمه شيعي عليه أن يراجع نفسه، لأنك لست في دولة الخلافة الراشدة تقول ما هذا الطارئ اللي طرأ عليك. أنت في أولويات قد رتبت وضرورات قد رتبت، عليك أن ترتبها بشكل صحيح ولا تقفز إلى ضرورة قبل أن تبدأ بالضرورة أهم منها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم بحاجة إلى أن تحتوي التشيع العربي، تحتويه احتواء الحاني المشفق على من هو على هذه الطائفة، لأنه إذا لم يحتوي أخذ الجانب الآخر الفارسي. لا نلوم الجانب الفارسي أن يكون إيجابيا من جهته خادما لمشروعه فيأخذ هذه المعطيات من بين أيدينا إذا نحن أهملنا هذا وتركناها له. الأمر الآخر، لو جئت إلى أكفر أهل الأرض وقلت له يا كافر لغضب عليك، فلما تستخدم هذه العبارات الاستفزازية التي تباعد الناس عنا ولا تقاربهم منا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يخاطب قريش على الشرك الأكبر بكل أدب واحترام وتقدير. أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني يستأذنه حتى يتكلم صلى الله عليه وسلم وهو على الشرك الأكبر. ألا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنحتوي إخواننا بدل من أن نقدمهم على طبق من ذهب للخصم الفارسي الذي يريد أن يستغلهم ضدنا ويستهلكهم ثم ينبذهم كما نبذهم في العراق وفي سوريا وفي كل مكان؟ أنا أعتقد أنه جزء من المشكلة يرجع لنا نحن في الفسطاط السني، وهو علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه القرآن بقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. عندما نصل إلى العزيمة لا قوادة إطلاق. نعم هناك من يستفزنا من الجانب الآخر، لكن تذكروا أن هناك من كان يستفز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة بتعذيب بلال وسمية وعمار وغيره، وكان هذا الاستفزاز لا يدفع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى أن يقدموا على عمل يجهض المشروع العظيم الذي أصبحنا جميعا أو أصبحت الإنسانية فيما بعد تتفيأ بها. هذا يا أبو هشام، هذا ما دعانا الحقيقة، يعني ما تفضلت به الآن هو ما دعانا إلى تبني هذين الكتابين، أنه نغطي النقص الحاصل في المكتبة العربية في ثقافة العربية تجاه هذا الموضوع تحديدا. جميل، وأنا سأختم بنقطة لو أني أطلت، سأختم بنقطة أخيرة وهي الأفكار التي تطرح بهذا المستوى واللي يبذل فيها جهد أكاديمي وعمل بحثي لا تحكمها العواطف، يجب أن تبقى مستقلة عن أي تغيرات سياسية وأي تقلبات
يعني نقول إقليمية أو آنية موضعية، بحيث أن يكون موقفنا من هذه المشكلة موقف أمة وليس موقف دولة موقف أو دويلة أو موقف طارئ عارف أو طارئ يعني. بحيث أنه لو تغير هذا الموقف بتغير الموقف. لا ألزم الإنسان بشكل أو بآخر أن يغير موقفه بناء عليه، هذا غير صحيح. فهذا الذي يبذله الدكتور، وأنا أكرر شكري وتقديري هذا الجهد العظيم، وأنادي الجميع بأن يتبنى هذا الموضوع بطريقة لا تشعر الطرف الآخر بأنه أداة في يد هذا أو ذاك، وإنما هو جندي يريد أن يناصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء الفرس والروم ودخلوا في دين الله أفواجا، فقد جمع الإسلام صهيبا وسلمان الفارسي مع بلال الحبشي مع أبي بكر الصديق مع علية القوم، وهذا هو دين الإسلام. بارك الله فيك. بتجاوب على السؤال؟ نعم نعم. أحسن دكتور محسن الشوق. حقيقة لي الشرف أن أسمع الكلام الجميل الواعي الصادق والصادح من العقل والقلب حقيقة. وأحب أن أعقب على بعض الملاحظات القيمة. أولاً سألت كيف يمكن لهذه الشيعة أن يقبلوا هذه الأفكار؟ هذا هو سؤال مهم جدا حقيقة، لأنك من الخارج. أنا سميتها تخدير العقل الجماعي. عندهم قدرة كيف بغينوا وش غسيل الدماغ، كيف يغسلون أدمغتهم. ونحن عشنا فترة كنا نؤمن بكثير من الأشياء حقيقة في العقائد، لكن وحقيقة دراسة هذه العقلية والتخدير كيف يصير هو أن يشغلوهم تماما، وعندهم قدرة أنه الخطباء والعلماء والمراجع أن يؤثرون فيهم على أساس أن هؤلاء زاهدين يستحيل أن يكذبوا، وعندهم قدرة على أي من يحاول أن ينتقد كيف يسكتوه. وأيضا تجد قم حقيقة، قم شيء جبار. أنا أعتقد الفاتيكان لازم يتعلم بالقم، لأنه الناس بدأوا يتركون الفاتيكان. القم تعلمت من الفاتيكان في البداية الآن، لأنه قم والسواديب زادت عليه، عندها قدوة حقيقة أضافت. أنت تتفاجأ بالكم الهائل، يعني من أبسط الأمور عندما تأتي إلى قم تجد مثل التيجاني الذي ادعى كتب ثم اهتديت وادعى تحو، تجد كم هائل من هؤلاء ويأخذوك إلى زيارات المراجع ويعملون برامج كثيرة أنا أعتقد يعني متواصلة مدروسة، فيها جانب نفسي فيها جانب اجتماعي جد، فيستطيع أن يخدمون بشكل والله أنا كنت أسأل نفسي بيقول معقولة بس أنا أريد واحد يأيدني باكو يعني حقيقة محنة والله العظيم محنة شديدة. وأنا من أول يوم حقيقة في هذه المدرسة بعد سنة هذه المدرسة الكبيرة انتفضت على كثير من هذه الأمور، على الإدارة وعلى الأفكار وعلى المدير وعلى هذا رئيس القضاء الأعلى محمود الهاشمي الشاهودي، وكونت في داخله جماعة كثير يعني حدود نصف الطلبة هم انتقونا بعناية لتتمرد على ذلك، وأنا كنت القائد له على من رئيس الخبراء إلى رئيس القضاء إلى الأساتذة والله العظيم، وكانوا لا يستطيعون أن يتحملوا، لأن أنا بطبيعتي متمرد. أنا ممكن حتى والدي يقول أنت متمرد، أي فكرة تأتيني لا أقبلها بسهولة، أبدأ أحللها أنقدها أضع نفسي في الرأي الآخر. حتى الآن إلى الآن في بيتي أكثر من 6000 كتاب، عندما أنام والكتاب عندي فأي فكرة أحاول أن أضع القلم والرصاص وأنقدها وأضع حواشي. فالقدرة على تخدير العقل البشري هذه تحتاج حقيقة إلى كتاب خاص، أنه كيف يستطيعون حتى البنات حتى الأطفال يأخذهم وهم سن صغير كبير، يأخذونهم كيف من الأستاذ إلى أن يأخذوهم إلى ولي الفقيه، يعملون لهم برامج مدروسة حقيقة بشكل رهيب. لذلك عندنا في قم مدرسة بنت الهدى ومدرسة خميني، هذه فقط لتخريج بنات تكون أئمة ودعاة في العالم لنشر التشكيل، فقط نساء. قالوا عليه ياخذ كورسات عندهم بس يعرف كيف ذلك يشتغلون. والله والله اي والله والله آلاف المدارس آلاف. بس أكمل بس بعض الملاحظات. طيب أنا سنسأل السؤال الثاني اللي سأل سؤال مفصلي اللي هو فتح فارس أقل كلفة من إصلاح الوضع القائم. لا أنا أعتقد حقيقة كلامه صحيح 100%، لأنه الآن الشعب الإيراني أكثره يكره ولاية الفقيه. ثق بالله أنا أعتقد لو صير انتخابات الآن على حكومة إسلامية وولاية الفقيه
97% يقول ان الشعب لا يريدها. فاسقاط ولايه الفقيه وبلاد فارس سهله جدا. من الداخل المشاكل كبيره، الثوره هرمت، الصراع على السلطه اللي هو بينهم وبين الشعب، الشعب بدا ياخذ والعياذ بالله من الاسلام لانه لم يجد السنه، لم يجد مفهوما مقبولا، ووجد استبدادهم. وبامكان اسقاط امبراطوريه فارس حقيقه. يعني هذا انا اتفق معه، وهذا هو محور الكتاب الثاني الذي سوف احسن هذا الذي يتكلم 30 فصل الاخير هو اسمه انهيار الامبراطوريه الفارسيه، سقوطها نحو الهاويه. يتكلم بدانا نسن السنان حول هذا الكتاب. كن مستعدا للجوله الثانيه. نعم، بس احب اعقب ما تسمع مساله. ابو زيد يكمل التعليقات، هو الوقت ضاق علينا. صحيح، ناخذ الشيخ عبد الله. بس جمله واحده، التقريب بين السنه والشيعه كما تفضل الشيخ. انا اشتركت في مؤتمر التقريب في فندق استقلال، اكثر هؤلاء انا قلت للتجاني على الهواء، قلت انا رايتك في فندق استقلال في مؤتمر التقريب، وقلت لك كيف تكتب ثم اهتديت؟ هل كنت كافرا ثم اهتديت؟ وانت تقول جئت الى قم رايت صغار الطلبه يسالونني ولا اعود. قلت له معقول انت عالم سني كبير؟ يعني هؤلاء في البدايه. فحقيقه مشروع التقريب مشروع كاذب، مشروع فقط واجهه لخداع السنه ولمجيئهم. ومع الاسف كثير من السنه خدعوا، لانه لا يتوقعون ان هؤلاء يكذبون، لكن هم يستعملون التقيه والخداع والكذب، هذه هي العقيده. فمشاريعهم كلها للخداع وغير حقيقيه وغير صحيحه. والان انكشفت، حتى العلماء الذين ذهبوا هناك قالوا عرفوا. وتذهب الى اشخاص يقسم لك بالله كذبا انه لا توجد هذه، لا توجد عندنا، لا توجد مراسيم ابو لؤلؤه، لا توجد. يعني ونحن عشناها، عندهم قدره حقيقه على الكذاب. المساله الاخرى انهم صحيح الشيعة ليس كلهم في خانة واحدة، السنة ليس كلهم في خانة واحدة. أن تجعل الشيعة كلهم روافض وكفار هذا غير سليم، لأنه هنالك شيعة عرب لا يؤمنون بهذه الأفكار. أنا نشأت في بغداد، جدي كان بناته مزوجهم إلى السنة وعايشين، ولا نطرح هذه قضية السنة والشيعة إلا على شكل المزاح. وأيضا هؤلاء عروبيين قاتلوا ايران 8 سنوات ويفتخرون، واكثر الشهداء من الشيعة العرب عندهم مواقف من فلسطين ضد اسرائيل، مواقف عروبية بامتياز. فالشيعة العرب بامتياز، وهذا يخدم ايران ان يجعل الشيعة كلهم تبع ايران، فهي كيف هي تدعي تنتعل. الكتاب يعويها ان التشيع وعلي بن ابي طالب بريء منها، وهم اقرب الينا وفي مبادئ الاسلام والقران، ويثبت ان هذه دخيلة على علي واهل البيت ولا يؤمنون بها. فأن نجذب هؤلاء بدل أن يلجأوا إلى إيران وكأنها الحامية، وهي ليست حامية. الآن عرب الأحواز تعاملهم بعنصرية، نحن كشيعة عرب عاملتنا بعنصرية. المسألة الأخرى، نعم الأخلاق كما تفضلت، النبي كان أخلاقه، ومسألة التكفير وأكثر من ذلك. القرآن كيف تكلم عن الكفار في القرآن؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. قل لو كان لله ولد، افي الله شك فاطر السماوات والارض. كيف ناقش هؤلاء الذين لا يؤمنون به باسلوب علمي يطرح مبدا للحوار مع الاخر، حتى من لا يؤمن به؟ والله يحاول ابليس في القران ويذكر حوار قال اصحاب الجنه اصحاب. فهذا المبدا في الطريقه في التعامل يعني من القرآن والرسول هو الأسلوب العلمي للنجاح. لذلك أنا أنتقد بعض الفضائيات في أن الأسلوب أحيانا إذا كان أسلوب لا يدخل إلى الآخرين، إلى الخصم، لا يستمع عندما يكون الأسلوب أسلوبا غير صحيح. نعم، أسعد الله. الحمد لله والصلاة والسلام. الحقيقة أنا جيت مستمع وبالصدفة قابلت الدكتور في الفندق وقال لي أحضر معي الندوة، واشكركم واشكر الاساتذه واشكر الهدف. بحكم اني مستمع خطر في بالي اسئله. ذكرت ان الفارسيه الشيعه الفارسيه ما يؤمنون بالسنه ولا بالكتاب ولا بالسنه. ابغاك تذكر لي مثلا كم فرقه الشيعه ومنهم الفرقه الوسطيه عندكم يعني؟ وايش يرجعون يعني؟ شو مرجعيتهم يعني ادلتهم يعني؟ يرجعوا إليه. هذا سؤال. والسؤال الثاني
ذكرت ان ترجمه كتاب الخميني في مصلحه، ما هي المصلحه العامه والمفسده العامه وكم نسبه يعني اللي ترى النسبه، نسبه المصلحه ونسبه المفسده في ترجمه؟ بس احسنت، شكرا جزيلا، ما شاء الله سؤالان جيدان. السؤال الاول، نعم في الواقع نحن عندما نتحدث عند السنه نقول لهم السنه، ماذا يفهم احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هم لا ينقلون احاديث عن رسول الله ولا عن علي، ينقلون احاديث منسوبه الى الباقي والصادق. وهذه انا عندي فصل، قلت غلاة حول الائمه، هؤلاء الذين نقلوا هذه الاحاديث هم والضاعين وكذابين، والائمه لعنوهم في كتب التهذيب التي تسمى في كتب الرجال كرجال المامقاني والطوسي وغيره، فإذا والكشي، نعم. فهؤلاء إذا السنة عندهم يعني ما قاله المعصوم يعني الباقي والصادق، وهذه أحاديث موضوعة، وحتى قالوا له لقد كثرت أحاديثنا بهم، يقصد الفطحية، فقال له خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا. فإذا هذه الأحاديث مليئة بالكذب والدجل لا يقبلها الدليل. أنا أقول أولا الأئمة رفضوها، ثانيا لو جئنا إلى سندها سندها ضعيف، وهم يقولون هؤلاء والضاعين وكذابين ولعنهم الأئمة، ثالثا لو رجعنا إلى المتن نجده يخالف القرآن، يخالف رسول الله ويخالف أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أنه هم الكتاب نادر ما يستشهدون في الكتاب حقيقة، والكتاب عنده أنا كتبت 100 آية لا توجد في القرآن، المراجع الكبار عندما يستشهد بالقرآن يقول قال الله تعالى، نحن حضرناها، قال الله تعالى الناس مسلطون على أموالهم، وين بأي آية ذكروا؟ عشرات الآيات أنا ذكرت، 100 آية لا توجد في القرآن، هم لا يحفظون القرآن. الخوئي في درسه وأكثر من 2200 يذكر آيات لا موجودة ولا أحد يعترض عليه، لأن ما مطلعين على القرآن، ويطبع الكتاب وهكذا مراجعكم. فهم يستشهدون بأحاديث منسوبة ليست إلى رسول الله ومنقولة والضاع عن الباقي والصادق. طبعا الشيعة فرق متعددة، أنا أعتقد من أقرب الفرق المعاصرة لو جئنا هم الزيدية، كانوا الزيدية لا يكفروا الخلفاء، يحترمون الخلفاء، لا يعتبرون الإمامة بالنص، أي إمام يتصدى، وأيضا هم يعني زيد متحرر من الإمامة والعصمة يعني، ويأخذون الفقه من السنة. هؤلاء إذا قارناهم بالفرق الموجودة الاثني عشرية والإسماعيلية والدروز والأغاخاني والنصيرية طبعا أقربهم. فنعم، مع أن كل فرقة أنا أعتقد تطورت، يعني الشيعة في القرن الثالث كانوا يعتقدون أن النصيرية من الغلاة وكفروا لأنه يقولون صريحة عن الله، لكن الآن لا يعتقدون بذلك. يعني لو تأتي إلى، أنا قارنت أفكار خميني بالضبط تطابق أفكار النصيرية في غلوة في الأئمة وفي لعنة إلى الخلفاء وفي تأليه علي، كلمات صريحة. إذا أتي إلى السؤال الثاني، ومن هنا أهمية كشف هذه الكتب، لأنه أنت إذا تطبعها وتترجمها سوف تكشف أن هذه أفكارك، لأنه هو يستعملون التقية ويستعملون العرفان ويستعملون حول صعوبة. يعني أهم كتب خميني هو شرح فصوص الحكم حقيقة، ثلاث أجزاء، شوفه وشوف كشف الأسرار وشوف ديوانه، ديوانه حتى يتغذى بالنساء. لذلك أوصى خميني، يقول أحمد الذي طبعه، قال أوصاني خميني أن لا يطبع هذا الكتاب إلا بعد وفاتي، خوفا من ردود فعل الناس لأنه يفضحه. فأنا أقول هذا الذي لم يترجم كيف يتكلم عن الخضارات، كيف يتكلم عن الغزل، كيف يتكلم عن الولدان، هذا يبين الناس الذين خدعوا به. جزاك الله خيرا وشكرا لكم، وشكرا لكم على حضوركم الحقيقه حمي الوطيس. لذلك ان شاء الله نختم العام ونكمل بعد الصلاه الجوله الثانيه. ان شاء الله. شكرا لكم، جزاك الله خيرا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله في الجلسه الثانيه مع الدكتور نبيل الحيدري في كتابه الامبراطوريه الفارسيه صعود وسقوط. حياك الله دكتور مره ثانيه. حياك الله يا استاذ محمد الطيح، واحنا
نفتخر بيك وبالعبيكان وبالأخ والأبو وشكرا جزيلا. جزاكم الله خير وشكرا للحضور دكتور محسن الأستاذ عبد الله. وحدثنا عن الكتاب قليلا دكتور، عن بداية الكتاب ولماذا يعني خطر في بالك أنك تكتب هذا الكتاب، وعلى ما أظن أن الكتاب كان هناك خلاف على العنوان أيضا، أنه كان طموح ثم سقوط بعدين عدلته إلى سقوط وسقوط. صحيح. حقيقة باعتبار أن الناس من الخارج آراءهم حول إيران آراء مخلوطة وفيها خلط كثير، ولذلك أنه معرفة إيران من الخارج غير ما الإنسان يعيش فيها في داخلها ويعايشها ويعرف ويقدر يحل ويجاوب كثير من الأسئلة، وهنالك عشرات الأسئلة حول إيران. فعنوان الإمبراطورية الفارسية باعتبار أنه هذه العقلية الفارسية منذ كسرى العقلية الساسانية إلى يومنا هذا، كيف تفكر، كيف تنطلق، كيف تطمع، وكيف صعدت حقيقة. لذلك كان هو طموح الإمبراطوري، يعني العقلية الفارسية حتى في زمن الشاه كان عنده طموح يأخذ الجزيرة العربية، يتعامل مع الأحواز بعنصرية، وأيضا الخميني جاء بعد نفس العقلية بل زاد عليها، لأنه بعمامة آية الله ولبسها في الدين، وجاء ببدعة ولاية الفقيه اللي كأنها على المهدي المنتظر على الله. لذلك هم عندهم في إيران أي من يخالف ولاية الفقيه يعد محارب لله ورسوله ويقتل. وأول ما جاء خميني 10 مراجع كبار ومنهم كاظم شريعة مداري أكبرهم، وضعوا في الإقامة الجبرية إلى موته، حتى في وصيته أوصى أن يصلي عليه رضا الصدر أخو موسى الصدر، اعتقلوه حتى لا يصلي عليه ودفن في مكان يعني غير جيد وبعيد. فهذه العقلية الفارسية كيف تفكر، كيف تنطلق، كيف طمحت وصعدت، وأنا أقول يعني كيف تسقط، ما هي عوامل ضعفها الداخلي والخارجي. ف30 فصلا يتكلم عنها ويتكلم عن مشاريعها في المنطقة. وأنا رأيت أنه بعد أن كان رأيت الإيرانيين يفتخرون أن 4 عواصم عربية أخذوها، بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء، حقيقة جمعت أفكاري وصممت على كتابة هذا الكتاب وعرضته بخدمتكم. نعم جميل. هو الكتاب الحقيقة عبارة عن 30 فصل وكثيرة، لكن سوف نستعرضها بشكل سريع. تكلمت في أحد الفصول عن الأحواز، خصصت لها فصل، لماذا؟ لأن الأحواز حقيقة لها تأريخ مهم للعرب، وهذا التأريخ منسي مجهول، لا أحد يتكلم عنه، لا أحد، والناس يقتلون ويعانون. وأنا ذهبت إلى الأحواز، أحواز منطقة كبيرة تعادل فلسطين 14 مرة، والخليج العربي من تلك الجهة كلها الأحواز. وهذه المنطقة العربية تأريخا وأصالة وفكرا وقومية، وعندهم اعتزاز بالعروبة، يمنعون حتى من عروبتهم، يمنعون حتى من لبس لباسهم العقال، حتى من لغتهم العربية يهانون يعاملون. وهذه المنطقة تعيش على النفط، تعيش على الخيرات. هذه المنطقة هي أحد العوامل التي تضرب إيران في الصميم، لأنها في عنصريتها، في تعاملها، منطقة فقيرة مستضعفة ضعيفة.